لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول السيد تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك سيد تيسير. بداية، واشنطن أهلا وسهلا تنتقم فيك. من الأمم المتحدة بعد قرار القدس وتقلص من دعمها، كيف تقرأ هذا التوجه لأمريكا؟ بالبداية أخي تحية لك ولقناتك الكريمة وشكرا على هذه الإطلالة. حياك أخي الله. حقيقة سياسات الولايات المتحدة مع المؤسسات الدولية منذ سنوات، وهي تقوم على سياسة فرض الإمكان الممكن. فرض الإمكان الممكن بمعنى أنه فرض سياسة الإمكان للولايات المتحدة فيها، فهي تريد دائما أن تكون السيد. وهذا أمر له ميزات خاصة بقضايا مختلفة، لكن بالقضية الفلسطينية تنظر الولايات المتحدة أن إمكانية أن تنفذ ما تريد في الأمم المتحدة هو أقوى الأسلحة التي يمكن أن تواجه. لذلك تجدها دائما يستخدمون عبارات فضفاضة دولية، لكن هي بالحقيقة تخدم الاحتلال الإسرائيلي. وسياسة تخفيض الأموال، كلنا يعني تعاملنا مع من يعمل بالأمم المتحدة، المستوى المادي الذي يعيشونه مرتفع. جاءت الأمم جاءت الولايات المتحدة تقول لهم هذه الرفاهية التي كنت أعيشكم إياها من أجل أن تخدم قراراتي وتخدم سياساتي وتخدم ما أريد في العالم كله، الآن أصبح عن حق ويجب أن تدفعوا أثمان لوقوفكم أمامنا. وكلنا رأينا كيف أن الرئيس الأمريكي ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يخرج بيان ويقول التصويت على طيب، قرار فلسطين هو التصويت علي شخصيا. بالرجوع إلى المشروع الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القدس، هل تعتقد أنه قادر على مواجهة رغبة ترامب في إنفاذ قراره حول القدس، خصوصا إذا ما علمنا أن هنالك رغبة للكنيست لأن تصدر قرار بعدم أو بتحريم التفاوض على المدينة مرة أخرى؟ طيب أخي، بالبداية قبل التعليق على قرار الأمم المتحدة أو جمعية الأمم المتحدة وما يترتب عليه من الاحتلال الإسرائيلي، نحن كفلسطينيين نرى أن أراضي الفلسطينية كل فلسطيني محتلة، ونرى أن مدينة القدس بشقيها وبالبلد القديم وبالمنطقة الشرقية والغربية هي مدينة القدس، هي مدينتي، هي مدينة كل فلسطيني، فهي أرض فلسطينية محتلة. قرار الأمم المتحدة جاء بالحد الأدنى من المطالب العربية و المطالب الاسلاميه، وهو حد انا بنظري كفلسطيني من القضيه لا يعبر عن الحد الادنى من طموحي، لكن ما انه جاء ليعبر عن مجموعه تقول لا للولايات المتحده ولا لاسرائيل، حقيقه هو جاء بالمطالب الحد الادنى لانه تكلم في النص عن القدس الشرقيه، وانا كابن القدس وكنت مدينه القدس ارى انهم بذلك يخصمون اكثر من ثلثيها علينا من اجل ان يكون شيء مواكب دولي. القرارات الدولية التي تتصدر للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يجب أن تنقص من الشعب الفلسطيني حقه، ولم نقاتل لسنوات طويلة حتى نأتي بالنهاية ونقول نحن نريد أن نقاتل على جزئية من فلسطين وهي القدس الشرقية. أما الاحتلال الإسرائيلي أخي الكريم، حقيقة لمن يريد أن يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي معروف أن الاحتلال الإسرائيلي بأحزابه اليمينية وأحزابه الدينية وأحزابه اليسارية المكون للكنيسة الإسرائيلي وخلال سنوات طويلة المنافسة والبأس والتحدي بينهم شديد جدا، لدرجة أنك دائما تجد ما يفعله بعض النواب وما فعله شارون في عام 2000 عندما اقتحم المسجد الأقصى، وما فعله رابين بسياسة تكسير العظام للفلسطين هي جزء من البأس الشديد بينهم. هلا مبدأ أنهم يريدون أن يقروا قانون لا يسمحوا للتفاوض على مدينة القدس الذي شجعهم القرار الأمريكي والذي يدفع إلى التصدي له هو موقف الفلسطينيين على الأرض. أنا أعتقد يستطيع الكنيسة الإسرائيلية أن يشرع كل ما يريده. طيب، فهو السؤال الأهم، لماذا يشجع القرار؟ يزول كيف تشجعوا بالرجوع إلى قرار ترامب ولم يرضخوا إلى قرار الأمم المتحدة الذي وقعت عليه أكثر من 100 دولة؟ أخي حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة منذ بداية قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وإعطاء وطن للاحتلال الإسرائيلي، ومنذ أن كان تحت سياسة بريطانيا في تنفيذ سياساتها، الاحتلال الإسرائيلي والعصابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تتعامل أن كل قرار يأتي من الأمم المتحدة ليدعم شرعيتها فهو قرار مقبول، وكل قرار يأتي إلى الذي لا يدعم شرعيتها ولا يدعم ما تراه مناسبا ولا يدعم مطالب الاحزاب المتدينه عندهم فهو مرفوض، يرمى الى مزابل التاريخ كما قال مندوبهم في الامم المتحده. والحقيقه التي يجب ان نسلم بها وختاما بالبرنامج
أن الاحتلال هو الذي سوف يرمى إلى مزابل التاريخ. الذي شجعنا على هذا الموقف هو بقاء أهلنا في الأرض صامدين طيب مرابطين، أنتم هم الذين سوف كفلسطينيين، يشيلون كل شيء. أنتم كفلسطينيين ماذا يعني لكم قرار ضم الضفة الغربية والقدس إلى الكيان الصهيوني؟ نحن نرى أنه جزء من سياسة الاحتلال التي تمارسها خلال سنوات طويلة، هي جزء لكشف الجزء الفلسطيني الذي كان يقول أن اتفاقيات مع الاحتلال على أن الضفة الغربية سوف تكون الدويلة الفلسطينية. والأمر الآخر أن الذي سوف يكسر قرار ترامب والذي سوف يكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي يبقى المقاومة المسلحة ضد هذا الاحتلال، وكما خرجوا من أماكن مثل غزة وجنوب لبنان سوف يخرجون من الضفة الغربية والقدس وال48، لأن الاحتلال لا يدوم. طيب ماذا تمتلك القوى الفلسطينية من أجل مواجهة هذه التحديات؟ تشريعات بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الضم من جهة، قرارات ترامب من جهة أخرى. تمام. بالبداية أول شيء بما يخص الأسرى الفلسطينيين، وكأسير عشت سنوات طويلة داخل الاحتلال، الاحتلال دائما يحاول أن يشرع قوانين لردع الفلسطينيين باستخدام كل طريقة. حقيقة الإعدام أخي موجود، لكنه موجود بالميدان، موجود بالتحقيق، موجود بالسجون، يستخدمونه بشكل مباشر بالتجارب. حتى أن نائب الكنيسة الإسرائيلي أو رئيس الكنيسة الأسبق قالت لهم بكفي تجارب على الأسرى الفلسطينية. الأمر الآخر أنه يريدون تشريعه، هنا هم يريدون تشريعه منذ سنوات، لكن الذي يمنع تشريعه داخل الكنيسة أو داخل المنظومة التشريعية بالاحتلال الإسرائيلي هي فكرة أنهم طلبوا منذ سنوات طويلة يطلبون الاتحاد الأوروبي، نعم والاتحاد الأوروبي من شروطه عدم قبول الدول التي عندها قرار بالإعدام. أما حقيقة هم يمارسون على الأرض ويمارسون بالسجون بالاغتيالات والتنفيذ عمليات القتل. أما سؤالك الأخير، ما الذي يملكه الفصائل الفلسطينية ليبطلوا هذه القرار؟ نعم حقيقة الذي يملكه الشعب الفلسطيني هو إصراره على حقه منذ 100 عام ويقاتل من أجله. المقاومة التي هي جزء رئيسي وكان لها تجربة ناجحة في قطاع غزة وإخراجه، هذا جزء رئيسي. الضفة الغربية ومدينة القدس التي كانت ونفذت أكبر عمليات احتلال وتستطيع أن تنفذ إذا رفع عنا هذا التنسيق الأمني الذي يقتل لا ويبطش لا بنا. والأمر الآخر وهو الرئيسي أننا أصحاب الحق على الأرض ودائما نستطيع أن نقاتل. كان معنا من اسطنبول السيد تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.